السلام عليكم. I hope you're doing great. So في هذا الفيديو غنكملو في نفس السلسلة ديال تعلم كتابة باللغة الإنجليزية من الصفر. هذا الجزء الرابع ديال تعلم كيفاش تكتب واحد جملة باللغة الإنجليزية. في هذا الفيديو غنديرو expressing place and time، كيفاش نعبرو على المكان والوقت باللغة الإنجليزية. نكتبو جملة كنعبرو فيها على الوقت ولا على المكان. A prepositional phrase، واحد جملة حرفية كما شفنا في الفيديو السابق. Verb to be كيتبعو ثلاثة ديال الأشياء، يا إما كيتبعو adjective ولا كتبعو النون ولا الاسم ولا prepositional phrase ولا جملة حرفية. اوكي، الجملة الحرفية هما واحد مجموعة من الكلمات. اول حاجة ديما كنبداو هاد الجملة الحرفية بكلمات بحال ولا preposition، حروف الجر بحال at، in، ولا on الى اخره. كاين بزاف ديال الكلمات اخرين ولكن هادو مشهورين بزاف. alright، ديما كنبداو الجملة ديالنا ب at، in، ولا on. includes a noun or pronoun زائد واحد الاسم ولا واحد الضمير كيتسمى object of preposition، كيتسمى مفعول به ديال حرف الجر. so a prepositional phrase of place tells about location، الجملة الحرفية اللي كتعبر لنا على المكان هي كتعاود لنا لواحد المكان ولا واحد البلاصة. it answers the question where، كتجاوب لنا على السؤال ديال اين ولا فين. we usually put it at the end of a sentence، نحن غالبا ولا عادة كنديروها في الاخر ديال الجملة، كنديروها في الاخر الجملة. مثلا we eat a lot of salad at home، هنا at home في المنزل درنا في الاخر. okay، the computer is on the desk، on the desk على المكتب. Loretta lives in my house، in my house اللي هي في منزلي درناها في الاخر ديال الجملة. عقلوا مزيان، هاد prepositional phrase ديال place of place ديما كيجيو في الاخر وكنبداوهم بواحد ظرف ولا حرف جر ديال المكان، مثلا at ولا on ولا in. right، a prepositional phrase of time، جملة حرفية تتعبر لنا على الوقت، هي تقول لنا الوقت. it answers the question when، وكتجاوب على السؤال ديال متى، امتى. we usually put it at the end of a sentence، ونحن عادة كنديروها في الاخر ديال الجملة، كنديروها في الاخر ديال الجملة. it often goes after a prepositional phrase of place if both are present، وهي غالبا كتجي من بعد الجملة الحرفية ديال المكان، يعني تكون عندنا جوج جمل في نفس الجملة ولا جوج جمل حرفية في نفس الجملة، واحدة تعبر لنا على المكان والأخرى تعبر لنا على الوقت ولا الزمان. right، ديما ديال المكان تجي قبل ديال الزمان. مثلا ميشيل reads the newspaper in the morning، ميشيل reads the newspaper in the morning، ميشيل تقرا الجريدة في الصباح. جملة ثانية she sees him at the bank on Mondays، هي شافته في البنك، يعني جملة حرفية ديال المكان. on Mondays ايام ديال الاثنين. right، a time word or time phrase تتسمى اما كلمة ديال الوقت ولا جملة ديال الوقت. also answers the question when، ممكن تستعملوا عوض هذه الجملة الحرفية تستعملوا واحد جملة اخرى ديال الوقت ولا كلمة ديال الوقت اللي هي نفس الشيء، تجاوب لنا على السؤال ديال متى ولا امتى. and can come at the end of a sentence، وكتجي في الاخر ديال الجملة. مثلا Eric watches TV daily، Eric watches TV daily، يعني Eric يتفرج في التلفاز يوميا. daily، جملة ثانية Marco works every afternoon، ماركو كيخدم يعمل كل زوال ولا كل ظهيرة. right، ولا بعد الظهيرة. okay، if you start a sentence with an expression of time، إلا بدينا الجملة بواحد العبارة ديال الزمن، it is common to use a comma، هي غالبا كنستعملو واحد الفاصلة من بعد هذيك العبارة ديال الزمن. اوكي، ديما كنستعملوها هاد الفاصلة هذه من بعد العبارة ديال الزمن إلا بدينا بها الجملة. إلا خليناها في الأخر ماشي مشكل، ما كنديرو لا كاما لا فاصلة لا والو. مثلا in the spring فاصلة، إلا درنا هنايا فاصلة حيتاش عندنا جملة بادين بها الجملة هنايا، اوكي دارينا في الأول. in the spring في فصل الربيع everyone has finals. okay، today فصيلة we have an important meeting، فصيلة today فصيلة حيتاش درنا بدينا بها الجملة. إلا خليناها في الأخر ما كنديرو لا فصيلة لا والو. الجملة الثالثة twice a week فصيلة Teresa volunteers at the library، twice a week Teresa volunteers at the library، يعني جوج مرات في الأسبوع تريزا تتطوع في المكتب. right،
نشوف المزيد من الأمثلة. Here are some common ways to express place and time. مزيد من الطرق الأخرى باش نعبر على المكان وعلى الزمن. و the prepositional phrases of place. جمل ديال حرفية ديال المكان اللي هي at school. Okay. At the bank. يعني في المدرسة في البنك. On the wall. على الحائط. On main street. على الشارع الرئيسي. In the bag. في المحفظة. In Istanbul. في إسطنبول. Prepositional phrase of time. جمل حرفية ديال الزمان. At 8 o'clock a.m. على الساعة ولا مع الساعة 9 صباحا. At noon مع الظهيرة. At night يعني في الليل. In the morning في الصباح. On Saturdays أيام السبت. On October 14 يوم 14 أكتوبر. Time words and phrases عبارات وكلمات ديال الزمان. Today اليوم. Now الآن. Every day كل يوم. Once a week مرة واحدة في الأسبوع. Twice a month جوج مرات في الشهر. Three times a year ثلاث مرات في السنة إلى آخره. وكثير بزاف ديال العبارات ديال الزمان والمكان باللغة الإنجليزية. إذا بغيتو مزيد من العبارات والجمل ديال التعبير عن الزمن والمكان ممكن توصلوا معايا في الواتساب باش نصيفط لكم الكلمات الاخرين اللي كتحتاجوا سواء باش تعبروا على المكان ولا لا الزمن باللغه الانجليزيه. نشوفوا واحد الاكسرسايز التمرين. قال لك هنايا انسترامبل ذا ووردز اند فريزز تو رايت كومبليت سنتنسز. يعني هاد الجمل هادو مخربقين وانت دايرهم في الترتيب الصحيح باش تكون واحد الجملة صحيحة ولا كاملة. الجملة الأولى فيها أمل 5 days a week works at the hospital. هذه هي نهاية الفيديو. إذا عجبك الدرس ما تنساش دير لايك. إذا ما كنتيش دير سبسكرايب دير سبسكرايب. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم.